السلام عليكم البنات، كي دايرين غزالاتي؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. الحبيبات ديالي، اليوم جبت لكم لينام معمرين بالحوت. كيحمقوا واحد الحشوه جد رائعه. ثلاثه الانواع ديال الحوت، الزيتون على حقه وطريقه، لينام حارين غزالين كيحمقوا، شهوه منهم كبارين شويه ماشي صغارين. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم حبيباتي. قدمتهم على هذه الطريقه، نتمنى ينال رضاكم وتقدموهم للاهل والاحباب واللي عزازين عليكم. كيف القاعده؟ كي راكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي كدوزوا رمضان مزيان؟ نتمنى تكونوا بالف الف صحه وهنا. اذا حبيباتي، صحه فطوركم كاملين، الشعب المسلم كامل في مكان في جميع انحاء العالم. حبيباتي، كنهدي لكم هاد الفطائر، اولا نقولوا حنايا هاد البريوات، اولا نقولوا هاد الانام الغزالين الزوينين لذادين وسهلين في دغيا ديريهم في اسرع وقت ممكن، ما كياخذوش الوقت بزاف. نتمنى ينالوا رضاك. الا بغيتي تعرفي شنو درت فيهم وكي درت لهم، دخلي الفيديو ديالي باش تعرفي على الطريقه والمقادير. والان حبيباتي، غادي نمروا الى مقادير الهنام ديالنا معمرين بالحوت. شنو عندنا الانواع ديال الحوت اللي درت في هذا الهنام، وشنو كذلك اللي اضفت معاه من التوابل، وشنو كذلك اللي اضفت معاه من المحتويات. اذا شنو عندي هنا؟ عندي هنا واحد الفيلي كبير ديال ميرلا، عندي واحد 300 غرام ديال الكروفيت، عندي هنايا 300 غرام ديال الكالامان والسيبيا، عندي هنايا واحد البويرويا كامله مقطعه اطراف، وعندي ربيع ديال السودانيه احمر مقطع طريف صغارات، عندي واحد نص كاس نتاع الزيتون مقطع الاخضر مقطع، عندي معلقه كبيره ديال الزبده. فيما يخص التوابل، عندي السودانيه معلقه صغيره، عندي توابل السمك معلقه ونص، عندي قزبر ومعدنوس مدقوق بالثومه والملحه، عندي هنا جوج معلقات صغارين، عندي معلقه ديال لا موتارد الونسيان، عندي واحد المعلقه حتى المعلقه ونص صغيره ديال الحبق، عندي الثوم البودره، وعندي صوص سوجا، وعندي صوص سمك. هذه كنصحكم البنات بها، راها كتلدد البريوات ديال هذا السمك، واي اكله درنا هذا السمك كتلددها. وعندنا طبيعه الحال الورقه البسطيله، انا اقتديت هذه كتعجبني، هذه فيها 10 ديال لي فوي ديال الورقه ديال البسطيله، وهنايا باكيه وحده ديال الشعريه الصينيه ديال الاروز اللي رقدتها بالمطايب وقطعتها قطرتها وقطعتها. بالنسبه للنوع ديال الكروفيت اللي درت انا، لان خص يكون عندكم نوع جيد باش كيكون الطعم زوين، انا كنستعمل هذا، كنشريه كونسيبت غلاسي. هذا القمرون المقشر الممتاز، هذا هو اللي كنشري انا، هذا فيه 400 غرام ولكن انا كنت محيده منه، فيه 400 غرام البوانيت فيه 400 غرام، وانا كنت حيدت منه شويه استعملته. وهذه اللي درت انا الشعريه الصينيه البنات، بغيت نشوفكم شحال فيها من غرام، ها كيبان لي هنا شحال فيها غرام، كتبان لي شحال البنات، ديزولي. المهم بكيه صغيره كيكونوا فيها جوج دامات نتاع الشعريه الصينيه. صافي، اذا الان غنمروا للطريقه. الان حبيباتي غادي نمروا للطريقه. اول شيء غادي نديرو هو انني غادي ندير هنايا نشعل على البوطه، ندير شويه الزيت البلديه وشويه الزبده، لان هذا الزيت وهذا الزبده غادي نطيب فيها كلشي المحتويات ديالي. قبل ما نذوب هذه، غادي نرمي هنايا الفلفل الحار وهذا والبويرو ديالي، استعملوا اليدين لان طيبه هي في اليدين البنه كاينه في اليدين.
طيب انا دوك الصباعيات وداك الشيء انا بعدا فوق موا لي دين كمان ديزانفيكتيهم نعقمهم نغسلهم بالصابون نعقمهم صافي ونجي نطيب بهم ما كان حاليش يعني بزاف لي دي وانما كمان اذن غادي نقطع ديك الميرلون باش نردها حتى هي لان تاخذ الطياب مع الكالامان وداكشي معايا يلا حبيباتي غادي نعرق هذا الشيء مزيان ونمرر اذا الان هي مازال كتعرق لنا انا غادي نضيف ليها واحد نسيت ما قلتها لكمش واحد الكنور ديال هذا البيسكادو تاع الحوت نتوما ديروا اي كنور بغيتو ونزيدوا شويه الملح صافي غادي نضيف بيسك ميلون ديالي انا قطعتها طرف طيب غادي نبدا نفرزها شويه مازال كونجلي نضيف كاع السمك ديالي البنات ما قلت لكمش هذا راه الدقيق مخلط بالماء باش غادي نشد به عقبة الورقه ديالي هنا نخليهم يطيبوا ونرجع معكم اذا الان غادي ندير العطرية ديالي نخليها طيب مزيان التوابل البنات راه كيجيبوا لانام ديالكم ولا السيجارات ولا البسطيله ولا كما بغيتوا ديروهم كيجيو رائعين في المطبخ البنات ما غاديش نقول لكم البنه كي دايره البنه ما غاديش نقولها لكم خصكم تجربوا وترجعوا عليا الخبر الزيتون نخليه هو اخر حاجه فيها هادو نزيدها بالنسبه لداك البهارات نخليهم هما التاليين ديك لاصوص الصوجا وداكشي غادي نزيد لهم غير التومه صافي ديك المريقه اللي تكون الماء فيها كيطيب يعني كي حتى كتشرب هاد الميدان ديالها كامل هاد المويه ديالها عاد كنطفي عليها غادي نزيد هاد الثوم ثوم البودرة كتبنن هادي الحوت كترجعو غزال Thank you.
خليها تعرق شويه باش نضيف لها صوص الصوجا وصوص السمك. اذا الان البنات غادي نزيد الصوجا واحد المعلقه باش تعرفوا انا كندير عيني ميزاني، ولكن بغيت ندير لكم هذا باش تعرفوا شحال درت فيها. نزيدها شويه حيت هذه راه كونسونطري. غادي نزيد لها معلقه من هذا جوج، يعني جوج مع النص، مع يعني معلقه ونص صافي. نخليها تبنن في هذا الصوص الصوجا تتشرب. عفوا. الان عزيزتي غادي نلوح الزيتون غادي نطفي عليها لان شربت المرقه داكشي اللي باقي فيها. يلاه تشربوا الشعريه باش تجيني الشعريه من السما بها. انا هذه طريقتي في البسطيله او لاي حاجه درتها لنعام ولا اللي كان، خليها تبرد شويه وغادي نكبها على الشعريه الصينيه باش حتى الشعريه الصينيه غادي تروب ديك لاصوص ديال الحوت. اذا الان حبيباتي غادي نلف واحد النام قدامكم باش تشوفوه. اذا هنا العقده ديالنا درتها كتقطر ومازال كتقطر، ما حدينا كان صايب حيت زربت عليها خصني ما باقيليش الوقت بزاف. انتما راه مازال ولكن قليله، انا ندير غير من الفوق للفوق. زدت فيها واحد المعلقه ديال الحامض مصير مقطع، ودابا الان كنبدا بالموت شويه ديال الموتزاريلا. كندهن بعدا كاع الاطراف بالزيت، نسيت ما دهنتش، كندهن كلشي باش تجيني مقرمشه من الداخل. هذا الفرماج البنات ادم كنشريه ايفيلي، كنشريه طونش وما ما كندركش ناكلو كامل، دونك كنخليه كنجمعو في الكونجيلاتور كنديرو هكا في كنزيدو في الماكله كيتلحش. اذا نحاولوا ان كل نيم ديالنا يكون فيها الحوت ماشي غير الشعريه. صافي وغادي ندور نزيدها شويه ديال الفرماج من الفوق، كتجي فيها البنه ديال الفرماج مزيان. هذا الكرياخ هو اللي زدت من الفوق، اذا كنطوي مزيان العقده ديالي طويه عاديه ديال السيجارات وصافي. اي وحده راه كتعرف تطوي. الحمد لله العيالات دابا تبارك الله كلشي ولا كيعرفوه. خصني غير باش نقادها ما تجينيش معوجه وصافي. صافي غادي نبقى نزير دائما كي كنقول لكم زيرو ونلفو. وغادي ندير لها الطحين بالماء باش ما تحليش العقده ديالي. وها هو النام ديالنا واجد. انا درتهم طوال على هاد نفس العبار لان ورقه وحده كنديرها في سميتو النام. نزيد معكم وحده دائما قلنا الجهه الحرشه كتكون داخل والجهه الرطبه كتبقى على برا. الجهه الرطبه هي اللي كتكون لاصقه عند الميكا، هنا نديروها على برا. ندهنوا بالزيت، الزيت المائده، الزبده كترطبهم البنات، هذه كتخليهم مقرمشين كيبقاو مقرمشين. اذا شويه الموتزاريلا، دائما الموتزاريلا لتحت، وكنزيد لها شويه ديال الفرماج طونش. صافي وغادي ندير العقده ديالي، كلشي كنخدمو بيدي البنات. العقده ديالي نحاول نجبد كل نام ندير فيها شويه ديال الحوت باش ما يجيش غير الشعريه. نزيد شويه الفرماج كرويير من الفوق صافي. هذه هي طريقتي انا، ما كنبغيش نديرها وهي سخونه الفرماج باش كيبقى. اذا غادي نلف
هكذا غادي نلف هكا باش ما يخرجناش العقده ديالنا كي تكون طيب. صافي كنكلويو البنات والاخر كندير له الطحين. كاين اللي ما كيديرلوش ومي انا كنأسيغي ما تخرج العقده ديالي تبقى مزيانه كيمشيو على نفس لاطاي كيمشيو على نفس الفورمه كبارين طوال معمرين تاكلي وحده شهوه منها. اذا حبيباتي ها هما الانام ديالي وجدوا 10 ديال الانام كبارين تبارك الله كيعمروا العين انسان ياكل وحده بركه عليه. ما بغيتش ندير دوك الصغيورين بقينا تما كنلوي. صافي درت كل ورقه درت فيها نعمه وحده معمرين مزيان تبارك الله بالحوت وهذا الشعريه الصينيه بالقوام يعني مقومين غزالين بالفرماج. اذا دابا غندخلو ميتكمش لا البنات من بعد عاد نديرهم في الفران. والان حبيباتي انا دهنتهم بالزيت غير بالزيت بوحديتها غادي ندخلهم دابا للفران. الاخرين خليتهم يتكونجلاو دوك السته اخرين اللي باقيين اللي خليتهم يتكونجلاو نهار اخر. وهادو اللي نحتاج اليوم انا دخلتهم ندخلهم الفران يتحمروا ونوريهم لكم كيف يطيبوا. وها هما الحبيبات ديالي العنم ديالنا نتاع الحوت معمرين كيشهي ولدادين وبنانين هادي يعجبوا الكبار والصغار. تتبيله رائعه جدا. جميع المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف مع رابط الفيديو الا بغيتو تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب والعائله. وما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا واللي مازال ما تابوناش يطير دغيا ويتابونا لان غادي يفوتوه بزاف ديال 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 الفيديوهات الرائعه والاكلات الاكلات الصحيه. والى هنا نقول لكم حبيباتي اعزائي المشاهدين و عزيزاتي المشاهدات صح فطوركم ورمضانكم مبارك سعيد ومع السلامة.